السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجدي، خلاص فترة اللي انت تقعد في حالك والنصايب تيجي لحد عندك خلصت وانتهت. القرف اللي كان بيقابلك بقاله سنين السنين جال الوقت ان تقول اهلا بقى بحياة جديدة. فان شاء الله ان شاء الله هتبقى ايام سعيدة عليكم ان شاء الله. يا جماعة هنتكلم النهاردة عن توقعات برج الجدي في شهر يوليو 2023 من 3 يوليو حتى العاشر من يوليو. هنتكلم اول حاجة من يوم 3 و4، بالاخر القمر هيبقى في بيت حظك، يعني هتتلاقي كل حاجة بدأت تظبط. زي ما انا بدأت الفيديو، المشاكل اللي كانت بتجيلك دي انساها، هتلاقي نفسك مش قابل لحياة وحشة او سيئة، هتلاقي نفسك بتتطلع لكل ما هو جديد اللي انت نفسك فيه من زمان. كل الجديد اللي نفسك يحصل دي هتبقى بداية ذروته. لو هنتكلم مثلا على العمل او الاصدقاء او الحياة الزوجية، هيقابلنا هنا حاجة معينة معهم هما التلاتة، ان بقى في تفاهم. كلمة التفاهم دي هتبدأ تظهر معاك، دي ما حصلتش كتير او من فترة طويلة. حتة ان الناس هتبدأ تقدرك، الناس هتبدأ تشوفك بعد ما كنت يعني تحت التراب لسنين، كنت بتنحت في الصخر وما فيش حد بيسمع لك. دي هيبقى شعارك في الفترة دي من يوم 3 و4 في شهر يوليو. هيبقى زي ما احنا قلنا الحظ والعين هتبقى عليك، هتبقى حاجة زي النور الساطع. هتكلم على 5 و6، هتبقى فيه معاك طفرة في الحظوظ من ناحية المال والعمل. اخيرا جاء اليوم اللي هتتعب وتتلقى فيه، اخيرا في هو جاء اليوم اللي انت هتبقى في مكانك الطبيعي. هتتلقى ان المديرين او الناس اللي في شغلك او العمل، اذا كنت قطاع خاص ولا قطاع عام او اذا كنت شغال فردي، هتلاقى بدأت يعني تشوف النتيجة تعبك. هتلاقى اللي انت الدنيا بدأت تظبط، يعني كنت انت بتتعب نفسك ومفيش اي عائد. دلوقتي على قد ما هتتعب على قد ما هتاخد. عشان كده نصيحة صغيرة، ركز في الفترة دي يومين 5 و6 في العمل، ركز جدا في اليومين دول لان اخيرا هتتعب وهتتلقى. هنتكلم على يوم 7 و8 من الشهر. اليومين دول حاجة كده زي يومين الاقارب والعائلة، ده بالنسبة للعلاقات. هتتلاقي فيه امور هادية، هتتلاقي الناس بدأت تهتم برأيك بعد ما كانت بتسمع لك وبتنفض لك بالبلدي مع ان كنت انت الصح دايما. هتتلاقى ان الاقارب يبدأ يبصوا لك بنظرة تانية، ان هو احنا ازاي يعني ما كناش بنسمع لرأيه، او احنا ازاي كنا بنعامله كده. هيبدأ يكتشفوك ان ازاي بعد الفترة دي كلها الخراب اللي انت قضيته جاء عليك وعلى الجميع، يعني مش اقول جميع يعني 90% من ابناء برج الجدي. كانت سنين وايام صعبة جدا السنين اللي فاتت، وزي ما احنا نوهنا بكده كان بسبب يعني كوكب، يعني مش هنتكلم فيه كتير، بس الكوكب ده قعد سنين، يا ريته مثلا قعد شهر ولا شهرين، قعد سنين معاكو كان ملازمكو، والحمد لله على السلامة بدأ يخرج منكو خلاص اهي. تمام، ده بالنسبة ليوم 7 و8 في شهر يوليو 2023. يوم 9 و10، هو احنا مش هنقول هيبقى يومين يعني وحشين، بس صعبين في حاجة اللي انت هتكتشف او المسكات هتبدأ تقع، بالاخص في الشراكات، بالاخص في الشراكات وفي الامور المتعلقة بالاعمال. انت مثلا شريك في عمل، شريك في شركة، شريك في مشروع، هتتلاقى الناس بدأت وشهم الحقيقي يظهر. هتتلاقى فيه ممكن يقابلك فيه خيانة او غدر، فاحذره في الفترة دي، يعني احذر ولا تخون بالبلدي. في الفترة دي احذر من شريكك
في العمل بالأخص إن ممكن يقابلك منه غدر أو خيانة. الفترة دي هتبقى صعبة شوية، فأنا مش بقولك خونه، بس احذر. الحذر دايما حاله. ففي الفترة دي بالأخص احذر من تعاملاتك مع الشركاء في العمل ومع الأصدقاء حتى في العمل، أو الناس اللي شغالين معاك في الشغل اللي بيضحكوا في وشك، ممكن يكون في ظهرك في حوار تاني بيتعمل عليك. النقطة دي خلي بالكم منها. ودلوقتي هنتكلم على آخر حاجة بالنسبة لبرج الجدي. بصوا يا أبناء برج الجدي، انتوا بالأخص برج خاص جدا، لأن عدى عليه ظروف ما عدتش على أي حد. يعني من جميع الأبراج أنا بسميه البرج النور المظلوم. يعني في ناس كتيرة في الفترات اللي فاتت قابلها، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني حاجات زي السحر الأسود وأعمال، وناس مهما تعمل بتحبطك. الفترات اللي انتوا عديتوا عليها ده يا جماعة، يعني خلاص وقتها خلص. لازم دلوقتي يعني انت من جواكوا انتوا تحاولوا تغيروا فكركوا ان الفترة دي عدت وخلصت. انا عارف كانت فترة صعبة انها تخلص وتتنسى، بس دلوقتي بقى اللي تنسوها. انتوا دلوقتي داخلين حياة تانية، الحياة الغم والناس الكئيبة خرجت وهتخرج في خلال ايام القليلة اللي لسه ما ظبطتش 100%، هتظبط. الفترة دي فترة تغيير شامل بالنسبة لكم. زي ما احنا متفقين كل يوم او كل يومين هنتكلم على التوقعات اللي ممكن تقابلكم او الطاقات اللي هتكون موجودة على برجكم في الفترات اللي جاية، لكن تفائلوا وابشروا بالخير تجدوه، وان شاء الله هيبقى خير عليكم وهتبقى سنة سعيدة عليكم وعلى جميع الابراج باذن الله. وكده معايا بقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، واتمنى تنال اعجاب حضراتكم. وما تنسوش حلقة النهاردة عجبتكم، محتوى القناة اعجب حضراتكم، الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامة.